ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير، كل سنة وانتم طيبين. الصيام خلص وابتدينا بقى نعمل اكلات حلوة. هنعمل فراخ الحاتي، اتمنى ان هي تعجبكم. عايزين خلاط او في كبة، هنحط بصلاية، فلفل رومي، فلفل سبايسي لو تحبي برضو، وطماطماية وعصير ليمون، وهنحط ملعقة كبيرة من ملعقتين كبار من الخل، وربع كوب زبادي او لبن، ربع كوب من الزيت. بعد كده عايزة هريسة شطة، ملعقة كبيرة، وملعقة كبيرة كزبرة، ربع ملعقة صغيرة من السبع بهارات، ربع ملعقة صغيرة من الكرفة، ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ربع ملعقة صغيرة بهارات فراخ، ونص ملعقة صغيرة جنزبيل، وملح على حسب الرغبة، وملعقة كبيرة من دبس الرمان، وربع ملعقة صغيرة من البابريكا. دي البهارات اللي هنحتاجها. طبعا انا بحط شوية شوية، بس انا كتبتهم لان يعني عشان اتذكرهم وكده. فدي بهارات الفراخ، وهنخلط المحتويات دي كلها. انا كنت مغسل الفراخ، قطعته وجبت فرختين فضلة خيركم، وقطعت الفراخ ونطفته ونقعته في المية بتاعته، وبعد كده صفيته، وبعد كده هخلط المواد دي كلها. وطبعا ظبط الملح بتاعك، شوف انت بتحب الملح قد ايه، بتحبي شويه، بتحبي طبعا الملح على حسب الرغبه، وشوفي برضو بتحبي لو انت عازمه حد. يعني انا كنت عازمه ناس، عشان كده كنت عامله الكميه دي، فما حطتش الشطه عشان انا مش عارفه اللي جاي هيحب الشطه ولا لا. فادي كده زي ما شايفين الفرخه بتاعتي، الفراخ بتاعي بالمع، فعطيته وانا خليته لتاني يوم. ممكن انا هستعمل الاير فراير، ممكن تستعملي في الفحم عادي، بس بصراحة الجو بتاعنا كان ممطر في الوقت ده، فما استعملناش الفحم يعني الشواية، فهستعملها في الاير فراير. هجيب كيس من الاكياس اللي هي بتخش الفرن دي، بس انا بيته ليلة كاملة، فاحلى حاجة ان انت تبيتيه ليلة كاملة. تمام، فده كان تاني يوم، فجبت الكيس الحراري وحطيت الفراخ كله وحطيته في الاير فراير لغايه لما انطاب. هو يعني شوى نفسه بنفسه. حتى كنت هنا عامله برضو مكرونه بشاميل، بس ما حبيتش اصورها معاكم لان صورتها كتير، فقلت خلاص كفايه بس اعمل معاكم فراخ الحاتي ده. فممكن تحمريه زي ما قلت لك على الفحم عادي، بس انا قلت اعمل الاير فراير احسن لي، لان زي ما قلت لكم الجو كان ممطر. فبصراحة العمل اير فراير دي يا سلام، بجد اختراع خطير، تعملي فيه كل حاجة، فحلو خالص زي ما شايفاه كده، طالع جوسي ومحمرة وكل حاجة، محتش ولا حاجة. ده كان الفيديو بتاعنا، لو عجبك الفيديو لايك وشير، لغاية لما نلتقي فيديو جديد ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين.